سر غامض وراء الصور المحرجة التي انتشرت للفنانة الأردنية المشهورة. لكن بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة، اضطرت الفنانة إلى الخروج وكشف ملابسات ما حدث والسبب وراء تلك الصور الصادمة. فما القصة؟ صور خاصة انتشرت بسرعة البرق على منصات التواصل الاجتماعي كافة للفنانة الأردنية المشهورة، والتي أثارت تساؤلات المتابعين بتلك الصور المفاجئة، حيث تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بزواج الفنانة مي سليم من الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بعد أن انتشرت صور للفنانة وهي تجلس بجوار أحمد الفيشاوي مرتدية فستان زفاف أبيض، بينما ارتدى الفيشاوي بدلة سوداء، ليتفاعل الكثير من متابعي النجمين متسائلين عن حقيقة زواج مي سليم وأحمد الفيشاوي. وشاركت الفنانة مي سليم متابعيها بصورتين لها بالفستان الأبيض وبجوارها الفنان أحمد الفيشاوي، وهي تمسك بيديه بطريقة غير متوقعة، في حين ظهر الفيشاوي جالسا بجوارها وبدا وكأنه سيسقط في لقطة طريفة ظهرا فيها وهما يضحكان بشدة. أما الصورة الثانية فظهرت الفنانة مي سليم وهي تضحك وبجوارها الفيشاوي يحتضن كلبة، وقد ظهرت الكلبة مرتدية ثيابا مصنوعة للحيوانات باللون الأبيض لتظهر كما لو كانت عروس أيضا، حيث جاءت هذه الصور وهما يجلسان في حديقة خصصت لإقامة حفلات الزفاف. وبالطبع ففور مشاركة مي سليم الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، تفاعل متابعو النجمين متسائلين حول حقيقة زواجهما، فيما تساءل البعض إذا كانت هذه الصور من كواليس فيلم جديد يشارك فيه النجمان، خاصة وأن مي سليم شاركت الصور دون أن تكتب أي تعليق أو توضيح لأي تفاصيل. وقد تفاعل الكثير من متابعي مي سليم على الصور، وانقسمت الآراء ما بين مؤكد أنها ارتبطت رسمياً بالفنان أحمد الفيشاوي، خصوصاً وأنه أيضاً قد انفصل منذ فترة عن زوجته السابقة مع تمنياتهم بالسعادة لهما. وما زاد من الشكوك والتكهنات أيضاً أن هناك فنانات تفاعلنا مع الصور بوضع قلوب حمراء، ومن بينهم الفنانة ساندي ونسرين طافش والتي كتبت عسل وبجانبها قلب، فيما أكد البعض أن الصور من كواليس فيلم بنقدر ظروفك الذي يتم التحضير له الآن، خاصة بعد أن نشر الفنان محمد محمود صورة تجمعه مع مي سليم وهو جالس بجانبها. وبسبب ذلك خرجت الفنانة مي سليم عن صمتها مع انتشار أنباء زفافها، لتوضح في تصريحاتها مع إحدى المواقع الإعلامية أن الصور المتداولة جاءت من كواليس تصوير فيلم بنقدر ظروفك، مشيرة إلى أنها تعتبر أحمد الفيشاوي أخاً لها، مؤكدة على أنها إذا قررت الزواج ستعلن عن ذلك بشكل صريح وواضح. وأشارت إلى أنهم لم ينشروا الكثير من الصور من كواليس الفيلم، لهذا اعتقد الجمهور أنه زواج حقيقي، موضحة أنها شاركت هذه الصور لأنها صور طريفة. وفيلم بنقدر ظروفك هو فيلم مصري من تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، وبطولة مي سليم وأحمد الفيشاوي ومحمد محمود، ولم يكشف بعد عن موعد طرحه بالسينمات.